أسواق تونس التي استقبلت شهر رمضان على غرار بلدان العالم الإسلامي حركة نشطة خلال شهر الفضيل وزيادة استهلاك المواطنين للسلعة الغذائية خاصة الأساسية منها، إذ نشرت منظمة الدفاع عن المستهلك مذكرة تفيد بأن الإنفاق الموجه للاستهلاك يرتفع بنسبة 73% خلال شهر رمضان، وذلك مقابل 28% كمعدل خلال بقية أشهر السنة. وللحلويات التونسية نصيب كبير من هذا الاستهلاك، إذ تحتل المخارق والزلابية حيزا خاصا على المائدة الرمضانية. الأكثرية في تونس والشعبية أكثر هي الزلابية والمخارق، موجودة في كامل تونس، أما الأكثرية مشهورة بها هذه منطقة في الشمال الغربي ولاية باجة معروفة، مشهورة بالزلابية والمخارق. أنت عادة وكيف هذه أنا نجيب فيها من باجة. حاجة تقبل عليها الناس هي معناتها ديما الحاجة الحلوة، خاطر ماك تعرف في رمضان يجي في طقس سخون، وحاجه الحلوه نبيعوها هي موسميه عاده، احنا ما بين العام الكل ورمضان. مقابل الاستهلاك الكبير ارتفاع كبير بالاسعار لمسه المواطنون، ومقارنه بسنوات السابقه التي كان شهر الفضيل يزخر فيها ايضا باجواء عائليه واجتماعيه تغيرت في السنوات الاخيره. بالنسبه لشهر رمضان هذا شهر معظم ومفضل عنا برشا توانسه نحبوه، بيع الاسعار معناتها طلعت بصفه معناتها رهيبه، مش بصفه رهيبه، كل الناس يعني ما عادش عندهم إمكانية باش يعني مثلا يقضيوا قضية باهية، الغلال ما همش قادرين عليه، يشوفوه بالكعبة يهزوه، الخضر كيف كيف الشهر هذا شوية نقصوا فيه. لا تو أغلى من قبل، قبل خير، قبل رمضان باهي كل شيء، في حاجة ترخيصة ما تو كل شيء غالي. تغير الظروف التي يعيشها المواطنون في هذا الشهر لم تغير من مكانته الدينية العظيمة بالنسبة لهم باعتباره شهر العبادة والتقرب إلى الله. يعود رمضان هذا العام على التونسيين في ظروف اقتصادية صعبة وغلاء للأسعار كما يرى المواطنون، إلا أن ذلك لم يثنيهم عن الإقبال على الأسواق والحفاظ على العادات الغذائية الخاصة بهذا الشهر، شهر لطالما تميز بعادات التكافل الاجتماعي التي تراجعت وانحسرت في السنوات الأخيرة حسب المواطنين. من العاصمة التونسية لتلفزيون فلسطين، شادن غنامة.